كيميا. السولية بيمثل ايه بالنسبة للفرقة يا حسين؟ السولية والله يا كابتن، بص السولية يعني انا لو اتكلمت عليه يا كابتن، مش انا بس، اي حد يا كابتن لو دخل اتكلم معاك عليه يا كابتن مش هيديله حقه والله. يعني فعلا. السولية والله اخ كبير يا كابتن لينا كلنا، اي حاجه بنروح له سيبك من هو بيضربنا يا كابتن اول وامبارح مره بالليل اعرف ضرب ان عمر الفتاوى، الساعة. اول مره اعرف ان الفتاوى بتاع الفرقه، لا ما اعرفش ده كده. هو يا كابتن، وامبارح بالليل ضرب عمر الساعه بقى في الاوضه، يلا بقى مع احنا قاعدين اكرم حكم ما شاء الله، حكينا اكرم خلاص. اكرم فتش كل حاجه على الهواء. وانا بقول لك يا كابتن فاهمني، هو وبيضربني وبيضرب اللعيبه كلها، والمشكله يا كابتن ما حدش بيقدر يكلمه خالص. لان كلنا بنحبه وفي نفس طب الوقت خايفين منه بصراحه، يعني الاثنين يعني خايفين الحب اكتر ولا الخوف اكتر؟ لا الحب يا كابتن، الحب الحب اكتر والله يا اكتر كابتن. يعني طبعا السوليه، طبعا السوليه كابتن من حبيبي يا الشخصيات سيدي. الجميله والشخصيات اللي هي مش هتتعوض في الكوره، يعني من الناس الناس كلها بتحبها وبيحب الناس كلها، ودايما بيتكلم في الخير، وعن حتى في المحاضرات اي كلمه بتطلع منه الناس كلها بتحب اللي هو كابتن تسمعها منه، عشان خاطر هو عارف بيقول ايه. نعم فدي من الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها في السوليه، وكلنا بنتعلم منه والله يا كابتن، يعني بره الملعب وجوه الملعب. السوليه من الناس الملتزمه جدا جدا يا كابتن، سواء بره الملعب او صحيح. جوه، بيجي بدري قبل سولية الناس كلها. عمرو حسين الشحات كان من الصفقات الواو في النادي الأهلي، بعتقد انه وجوده غير من حاجات كتير، واتصور انتوا في الملعب وجود حسين الشحات بيديكوا ثقة، بيديكوا امان، بيديكوا اطمئنان، حتى لو مش موفق قوي لكن هتلاقيه يا اما جايب لك جون، يا اما صالع لك جون، يا اما مشقلب لك المباراة في اي وقت من اوقات المباراة. لا حسين طبعا يعني من اللعيبه المختلفه في المكان ده، مختلفة. يعني قليل لما تلاقي لعيب بيعرف يعدي واحد ضد واحد سريع في وسط اتنين تلاتة، كرة في رجليه محدش بيعرف ياخدها منه في الماتشات الكبيرة، الماتشات الكبيرة. بيظهر نعم. سواء بيعمل جوان او بيجيب جوان، وارقامه كلها طبعا زي ما حضرتك قلت يعني هي بتتكلم عن نفسها. غير انه لعيب راجل جدا، بيحبش يخسر، على طول بيحب يبقى موجود في الملعب، بيبقى زعلان ان هو ما بيلعبش، زعلان ان هو طالع من اي الملعب، لعيب ما بيلعبش بيزعل، ده بيبقى طبيعي. عايز يقدم اكتر للفرقه. من اللعيبه زي ما قلت لك برضو قبل كده بتقدر تعتمد عليها. في الناحيه الهجوميه زي ما قلت لك لعيب مختلف، ويعني لعيب على مستوى عالي. من طريقة اللعب بتاعتكو انه الكرات الطويلة، وحسين مميز جدا فيها، وانت ليك دور في الكرة، ومميز في تحركاته كمان. مميز في تحركاته، يعني بتفهموا بعض ازاي؟ يعني النهارده طبعا اتظلم في كرة هدف بنسبة كتير. 100%، الله يبارك لهم النهارده الحكم بيرفع الصايد بس يا كابتن. لا لا، ده الاولانيه دي انتوا اتنين انفراد وهدف بنسبة انا 2%. مش انا اصلا فضلت واقف شويه، اصلا حد بعد دماغي وفات ازاي؟ لا فات ازاي؟ ضعاف يعني. فالكرات الطويله، التمريرات الطويله، انت ورامي يعني اكتر اتنين بيعملوها، بالتفاهم بقى وصل بينك وبين حسين بالعين يعني بالعين. بالإشارة، أنت خلاص لما بتلاقي اللعيب في نص الملعب كرة قدامه ورفع عينيه لفوق، فخلاص دي إشارة إن هو أنت هتتحرك وهو هيلعبها لك. نعم. هو من اللعيبة اللي بتعرف تتحرك كويس جدا، يعني حتى موضوع الأوفسايد ده يعني زي ما حضرتك قلت، لا هو بيتحرك بيدخل لجوه وبعد كده بيطلع في ظهر المدافعين، فصعب ان هي تبقى اوف سايد يعني. لا لا مستحيل. فهو بيعرف يتحرك جدا في الحته دي، وبيعرف زي ما قلت لحضرتك واحد ضد واحد ايوه. بيعرف يعمل فرق. امتى تنرفز عليك في الملعب يا ساس؟ مين السلايه؟ لا هو السلايه في مره هو اتنرفز علينا كلنا. ايوه. كانت من سنتين اتنرفز ماتش الاتحاد السلايه، فاكر في السموحه ولا الاتحاد؟ كان في كان اسكندريه استاد اسكندريه. سموحه تقريبا. سموحه اتنرفز على الفرقه كلها. ليه؟ كانت كل كرة كابتن بناخدها قدام، فالمهم ناخدها كابتن ونعدي نص الملعب تتقطع فترد ضيعوا. علينا، فالسولية مثلا يضرب سبرنت فياخدها وتتقطع فيلعبها لواحد تاني فتتقطع، فمثلا الكرة تترد فتروح لواحد تاني يقطعها فيلعبها لقدام، قال لي انا بقول لكم ايه؟ ايه نستهبل شوية وانتوا زعل كله كابتن، راح بص كده محدش قادر يوصل له. هو المشكلة اللي هو كان متنرفز قوي ايوه. لكذا مثلا ثلاث اربع كور كابتن ورا بعض، الكرة بتتقطع وعمال وهو يضرب، يعني عمال يضرب المشكلة هو اقرب سبرنتات واحد يا عيني. بيرجع، رايح جاي. ما هو اقرب واحد بقى بيرجع واحنا بنرجعين بنتمشوا، المشكلة انتوا بتتمشوا فنرجعوا، عمال بقى زعل كلنا كابتن، راح بصينا لبعض ما حدش قادر يتكلم، راح كله راح بص لبعض راح مشينا. الكرة اللي بعدها كانت هتيجي وكنا بنبصوا الكرة اللي بعدها جت جون على طول. راح جبت جون بعدها، على بعدها جبت الكرة اللي بعدها راح جبت جون على طول. حلو قوي، يعني تلموا يعني. اسمع الكلام.
الزعيق جاب نتيجه يا عم حسين. ساعتها يا كابتن راح كلنا رحنا له على طول. طبعا لا ما حدش يقدر يزعل السليه يا حسين. لا لا كابتن السليه والله يا كابتن والله والله كمان مره يعني السليه يعني اخ كبير يا كابتن والله بره الملعب وجوه الملعب. وبص يعني ما تسمعش اصلا صوته يا كابتن انت اصلا يعني السليه يا كابتن تبقى قاعد معاه كده واحنا قاعدين اللي هو انت مش حاسس ان هو قاعد معاك اصلا يا كابتن لما تحد مثلا يهزر معاه كده ويخش في حاجه عشان مثلا اللي هو ايه يضربك يعمل حاجه وكده غير كده السليه مثلا عادي ممكن يفضل قاعد ساكت عادي ما فيش اي حاجه. انتوا بتحبوا تنكشوه. فاحنا بنحب نهزر معاه وهو كمان ايده بسم الله ما شاء الله بتنسى على طول بس ارحم من ايد ياسر ابراهيم برضو يا حسين. لا طبعا طبعا هو ربنا يكفينا شر ايد ياسر ابراهيم. طبعا ده هو السلايه نفسه يا كابتن ما حد يمدها قوي يقول له ياسر اضربه عشان انا مش قادر.